السؤال اليوم، مازال عنا فرصة باش نحلوا مشاكلنا وإلا لا؟ باش نتجاوزوا خلافاتنا ونقضيوا على الميزيريا ونصلحوا بلادنا وإلا لا؟ أنا نرى مازالت عنا فرصة، وفرصة كبيرة، واليوم أكثر من أي وقت فات. أما فما شرط، شرط أساسي يا توانسة، لازمنا نقلب الصفحة ونكونوا يد واحدة مع بعضنا الكل. نقلب الصفحة ونكونوا متجمعين حول تونس ونخمموا بالكبير باش نغيروا واقع تونس وبلادنا، نحطوها في المقام الكبير اللي تستحقه. لو نتجاوزوا المشاكل اللي تفرقنا توا، نخلقوا الحلول. كيف نقلبوا الصفحة؟ نعطيه فرصة جديدة لرواحنا، فرصة جديدة لبلادنا، نبنيه بلادنا بالجهد، بالخدمة، بالعرق، تتوفر الفرص للناس كل. التونسي يلقى سبيطار يليق بيه، والخدام يلقى شهرية تكفيه، الطالب يلقى الخدمة تستنى فيه، والمستثمر تتوفر له ظروف النجاح ويخدم ويخدم. نقلب الصفحة يعني جرعة أمل جديدة وفرصة كبيرة، فرصة للشباب يبني مستقبله في بلاده، فرصة للموظف ورجل التعليم والشهار يعيش بكرامة هو وعائلته وصغار، فرصة للمتقاعدين بيتنا وماتنا اللي بنوا تونس وضحوا على خاطرها باش يعيشوا مرتاحين، يرجع الاعتبار للفلاح والفلاحة وناكلوا من خيرات بلادنا، تكون عنا صحة متطورة وتعليم عصري وإدارة رقمية. نقلب الصفحة على خاطر كل تونسي يستحق فرصة أخرى في بلاده. نقلب صفحة الفقر والميزيريا، نقلب صفحة الأزمة الاقتصادية والتدين المشط، ونكتب صفحة شعب قوي وشعب متماسك. نقلب الصفحة أما من غير ما نقطع الكتاب، على خاطرنا توانسة معتزين بتاريخنا وبثقافتنا. يلزم نرجع الكونتور للصفر، ونقلبوا صفحة المشاحنات وصفحة الكره وصفحة الشماتة وصفحة الفشل اللي يحبوا يغرسوه فينا. كونوا ديما توانسة أحرار، موحدين، متسامحين مهما صار. نقلبوا الصفحة على خاطر بلادنا، على خاطر مستقبل أولادنا، باش التوانسة يعيشوا بقدرهم في بلادهم، بلاد القانون، بلاد العدالة، بلاد الحرية والتضامن، بلاد الرفاه. على خاطر تونس نقلبوا الصفحة ونكتبوا صفحة الأمل.